صباح الفل، صباح الجمال، صباح الروان على احلى ناس في الدنيا. النهارده هنعمل كرات الرز باللحمه والجبن والاعشاب، هنحط كده جواها جبنه شيدر موتزاريلا الموجوده عندنا، المطبخ بتاعنا والاكله بتاعتنا ومحدش لحاجه عندنا. فيلا بينا. الحاجه الوحيده اللي جاهزه في الاكله دي هو الرز بس، مسلوق معمول بزبده وزيت وملح وكده، تمام كده هينفع وكده هينفع. فهو الرز بس مسلوق، طاسه على النار بقى فيها شويه زيت، لو مكعب زبده تمام مش مشكله. نحط بقى بصل نقلب، نحط بقى فصين ثوم، وننزل بقى باللحمه على البصل والثوم اللي احنا عملناه. نوزع اللحمه كده، وهي اللحمه المفرومه بتشم النار بتبدا بقى ايه تستوي وتلون. هنتبل بقى فلفل اسود، ملح، بهارات. طبعا ما دام تبلنا ندوق المرحله اللي احنا بنعملها، اي حاجه نحط فيها تتبيله ندوقها عشان نطلع المرحله اللي بعدها. فانا هدوق بقى اللحمه، محتاجه ملح، محتاجه فلفل، براحتنا. محتاجه ملح، بقى كداب لو قلت لكم لا مش محتاجه ملح. يلا هجيب الرز بتاعنا بقى الجاهز وننزل بيه كده ايه واحده واحده، ننزل بهنا بشوية لحمة، ننزل بالرز، وطبعا بقلب مرحلة ومرحلة عشان أتأكد إن اللحمة اتوزعت كويس في الرز. كده احنا حطينا بقى الرز مع اللحمة، وننزل بقى عليهم بالجبنة. عايز أقول لكم بقى إن السخونية بتاعت اللحمة والرز لو سخن هيسيح الجبنة في بعض، أنتم متخيلين التفاصيل؟ وأحط هنا بقى سنة كريمة، مش كتير عشان الرز واللحمه ما يفكوش. يلا شفت الحركه دي؟ خد الرز مالي فاضي اهو وزعتر فريش. هنحط بقى الاعشاب دي نفرمها بس الاول، ونفرم بقى ايه الزعتر والروز ماري. نحط بقى الزعتر والروز ماري على الرز واللحمه اللي احنا عملناها، ونقلب بقى الزعتر والروز ماري مع الرز واللحمه. نبدا بقى في المرحله اللي بعدها، نبدا بقى نعمل كور بالرز. طبعا احنا حاطين رز اكتر عشان الرز هو اللي هيمسك اللحمه، فالرز بيبقى كميته ايه اكتر. تمام، نعمل كور كده احجام صغيره، احجام وسط، احجام كبيره براحتنا. ممكن نعمل حركه كمان، قطعه شيدر او موتزاريلا اللي موجود عندنا نحطها في النص كده، تمام، ونقفل من الاربع جوانب. نسيبها بقى نص ساعه في الفريزر، ونطلع بقى ايه نعمل لها الكفر بتاعها. بس بقى بعد ما طلعت من الفريزر بقت زي الفل. هعملها على ثلاث مراحل، دقيق، بيض، بقسماط، وانا عندي هنا كورن فليكس انا هزودها على البقسماط. تمام كده هيبقى كريسبي اكتر. ونفضي منها الدقيق اهو، بيض، بقسماط، وفي زيت سخن بقى، ونبدا ننزل واحده واحده. بصوا بقى استوت 3 4 دقايق بالظبط، وكده واضح ان انا خلصت الطبق بتاعنا. نشيل حاجات نحط حاجات براحتنا، المطبخ بتاعنا والاكله بتاعتنا ومحدش له حاجه عندنا. فكره جديده مختلفه شويه نعملها بالرز ونجربها. حطينا شيدر، نحط موتزاريلا، نشيل اللحمه، نحط فراخ، براحتنا. فانا كده خلصت حلقه النهارده، يا رب اكون قدرت اقدم لكم حاجه تعجبكم. اشوفكم في حلقه جديده، مع السلامه. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه.com.